إذا الآن هون طبعاً هذا بسبب اللينياريتي طبعاً قدرت أعمل هيك. شو راح أعمل؟ راح أخذ 0.2 إنش كانت هون، فواضح إنه هاي راح تنضرب في 0.3، فالمعادلة هاي حتكون صحيحة. ضربنا عينها هاي في 1.5، هاي كونستانت وهاي كونستانت، فإذا ضربت هاي في 1.5 هاي لازم تضرب 1.5، فبصير عندي بريشر فل تساوي 0.3 على 0.2 مضروبة في 4.5 ميجا باسكال، هي كانت 658 دي اس اي. قديش بتطلع؟ 1.5، 1.5 في 4.5 6.75 ميجا باسكال. فلو رسمنا الان الرسمه هذه من هون راح يكون عندي هذا 6.75 هذول ميجا باسكال، وهاي راح تكون 4.5 ميجا باسكال، راح يصير عندي هون الفول فلو. هلا انا ما بعرفش السؤال اذا هو معطيني، معطيني الفلو قديش قيمته؟ ما داخل هو اصلا بالفلو، ما لوش ما طلعناش احنا، لا هي بس الارقام اللي مطلوبه من الزبون، فطلعنا احنا الرقمين هذول، ولو ضربنا 658 في 1.5 فهذا يساوي في الدي اس اي 987 دي اس. اوكي ماشي، في اسئله واضح هذا السؤال؟ نعم. بقدر اطلع الفلو صح؟ عن طريق البريشر اللي عندي والاريا. هلا رح نعمله، هلا رح نعمله، هلا بنشتغل المعادله. تفضل يا صاحبي. Okay.